يوم الاسناد من الجبهة اللبنانية لغزة ولشعبها المقاوم الصامد يتواصل، يعني 5 عمليات أعلنت عنها حتى هذه اللحظة المقاومة الإسلامية، كان أبرزها الهجوم على تقنة يردن وتحديدا على فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع لفرقة الجولان 210، وذلك تلك العملية جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي على منطقة الهرمل في شرق لبنان في ساعات متأخرة من مساء أمس. أما العمليات الأخرى فهي اتباعا مهاجمة تجمع للجنود لجنود الاحتلال في حرش برعام، وهي منطقة مقابلة لبلدتي مارون الراس ويارون اللبنانية، وأيضا استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال في مستعمرة المطلي، وأيضا جاءت هذه العملية للرد على الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما على بلدة عيطرون. كذلك هاجمت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال في حرش انطوعة، وأيضا بعيد منتصف الليل كان هناك نشاط لوحدة الدفاع الجوي في المقاومة التي تنشط في هذه الأيام، واستهدفت بصاروخ أرض جو مقاتلة حربية إسرائيلية وأجبرتها على الابتعاد إلى الأراضي المحتلة. أما آخر الاعتداءات الإسرائيلية سجلت قبل قليل قصف مدفعي على أطراف كفر حمام، وغارة من مسيرة على أطراف بلدة كفرة، وغارة من مسيرة على أطراف بلدة كفر كلا، وأيضا غارة على بلدة الناقورة ارتقى بنتيجتها شاب لبناني يعمل في مؤسسة لبنان، مؤسسة مياه لبنان. الآن نسمع صوت أصوات هذه، لا نستطيع أن نحدد ماهية هذه الأصوات، ما إذا كانت اعتداءات إسرائيلية أم أنها صواريخ باتجاه الجولان المحتل أو مزارع شبعة المحتلة. بعد قليل بطرحها ستتضح الصورة. هذا الاعتداء اليوم أدى إلى ارتقاء مدني في بلدة الناقورة، إضافة لذلك أغار الطيران الحربي على بلدة عيطرون. لازلنا نسمع أصوات في هذه الأثناء، أصوات ربما صواريخ، لا نستطيع تحديد ماهية هذه الأصوات.